يعني انا اتصور بعد تلك المداخله وبعد التوضيح ده كله بقينا فاهمين قوي قوي ما هو الدور المصري وتاثيره في حل الازمات والتفاوض بالتوازي على كل الاطراف، تبقى هدنه شامله، تبقى مصر تحل بعض التنطع من بعض القيادات في حماس ان احنا مش عايزين مش عارف ايه مساعدات. لا، مصر عايزه تبني غزه وتعمر غزه، لان حتى لا يكون عقاب للناس الامنين مصر بتحل ده. مصر اللقاء النهارده بتاع الوزير عباس كامل مع محمود عباس والتصريح بعديه على طول ان في وفد للتفاوض علشان تشكيل حكومه وحده وطنيه تبقى هي معنيه بكل عمليات الامر ده، كل شيء عن الجهود المصريه. طبعا كل اللي بيحصل ده، كل اللي بيحصل ده، مصر الرقم الصعب ده لا ينسينا. كل مره هقول لا ينسينا سد النهضه. ناس كتيره جدا بتسالني، انا ما عنديش معلومات، بس انا عايز اقول لحضراتكم مصر مش ساكته. مصر في شغل في الكواليس غير عادي. مصر مش هتسكت، وحق مصر وقدر مصر ونصيب مصر من ميه النيل لن ينقص نقطه. نمره اتنين، ان نهر النيل ده اللي ربنا خلقه، هذا المسار لا يستطيع بشر ان يغيره. ناس كتيره جدا بتسالني وكان عالم بواطن الامور، انا ما عنديش معلومات الحقيقه، بس انا واثق تماما في رئيس مصر وفي جيش مصر وفي خطط مصر، وفي كلام في الكواليس لا يعلن. بس يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان الفريق محمد فريد بيعود الى ارض الوطن، اللي هو رئيس الاركان، بعد انتهاء زيارته الرسميه لدولتي كينيا ورواندا. ولو شفنا الخريطه كده، لو شفنا الخريطه كده بتاعت اثيوبيا ومصر، هتلاقي مصر موجوده في السودان. جاتك في الصحراوي ولا غيره يرضيني، معايا في كل حته وفي بيتي مكفيني، موحوظ الميه كبير وطول اليوم متكيف، وحساس والله خطير في نفس الميه يوقف، من كهربته قليله من ضمانه حقيقي، قطع غياره كتير في كل الجمهوريه، ولا برضى عنه بديل ما هو على قد ايديا. تكييف إيجا صحراوي، موديلات متنوعة، أحجام مختلفة، مساحة تبريد واسعة، أقل 4 مرات في استهلاك الكهرباء من التكييف العادي، سهل التنقل من مكان لمكان، ضمان حقيقي وقطع غيار متوفرة. إيجا، جربها بنفسك. من مجموعة إيجا جروب. مصر موجودة في جيبوتي، ومصر موجودة في إريتريا، ومصر موجودة في أوغندا، ومصر موجودة. شيل الخريطة، وضحت الرسالة. فما تسألوش في يعني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم سوقكم في الوقت الراهن. في أشياء كلام كتير جدا بيحصل في الكواليس ليس ذلك. حاجة تانية عايز أقول، أن جهاز المخابرات العامة في وفود أمنية رايحة في فلسطين ومع بتعمل شغل غير عادي، بس طبيعة هذا الجهاز أنه لا يعلن عن شغله. يعني لو بيعلن عن شغله في أدوار مهمة جدا. يمكن النهاردة عرفنا أن الوزير عباس كامل أعلن راح وفي وفد، إنما في شغل بيتم من هذا الجهاز ومن أجهزة الدولة المصرية على أعلى مستوى، فالناس ما تخافش والناس ما تقلقش. طيب، في وسط الأحداث دي كلها في كارثة في إسرائيل. نتنياهو مهدد بالحبس ولسه ما شكلش الحكومة، وكمان وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن لابيد وبنت هيعلنوا عن تشكيل حكومة تغيير، ونتنياهو بيحاول بقدر الإمكان مع واحد منهم إن يشكل حكومة وحدة وطنية يتقاسموا المسألة، رفضوا تماما. يعني كل الكلام ده مش حد بيجيب كلام عنه، لان العالم العربي والاعلام العربي مشغول.